السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في فيديو جديد على قناتكم بسان والكرة. كما عودناكم دائما سيكون هذا الفيديو مخصص لأخبار لاعبين المحترفين المنتشرين في عموم أوروبا. لنبدأ. نبدأ أخبار اليوم بجديد عيسى ماندي. الصحافة الأندلسية كشفت اليوم السبت أن مدرب ريال بيتيس مانويل بيليغريني سيبدأ بلعب الخضر أساسيا ضد ألافيس في أول جولة غدا الأحد، حيث ضرب المدرب بتهديدات الإدارة عرض الحائط ورأى أن تواجد ماندي سيكون أنفع له، ويرفض ماندي تجديد عقده مع ريال بيتيس وهو ما دفع بالإدارة لتهديده بالموسم الأبيض، لكن المدرب الشيلي يريد النتائج ويرى أن ماندي قد يساعده على تحقيقها. نأمل أن يكون الأمر صحيحا ويبدأ ماندي الموسم أساسيا. يبدو أن مسلسل لاعب الخضر محمد سليم فارس لم ينتهي رغم تواجده في روما منذ يوم الثلاثاء الماضي. لاعب الخضر وفي غضون الخمس أيام الماضية لم يوقع ولم يمر حتى على الفحص الطبي، وهو ما أثار الكثير من الشكوك. الصحافة المحسوبة على لازيو كشفت اليوم السبت أن السبب إداري وأن فارس صار لاعبا في لازيو ولا يجب القلق، حيث قالت أن النادي يضم العدد القانوني من اللاعبين وفي حال أراد تسجيل اللاعب عليه ببيع لاعب وهكذا. السبب الآخر الذي تم ذكره هو اللاعب المالي النظيف، فلازيو يملك سقف رواتب معين ولا يجب أن يسجل فارس لأن ذلك سيعني تجاوز السقف المسموح به، ما يعني ضرورة البيع، يعني نفس النقطة تقريبا البيع مقابل تسجيل فارس. لازيو الآن بصدد بيع لاعبه الأنغولي باستوس، ما سيفتح الطريق أمام توقيع فارس وانتهاء المسلسل إن شاء الله. بعد أن ارتبط اسم لاعب الخضر يوسف بالليلي بالانتقال للأهلي المصري، سئل السيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، مدير رياضي يعني، عن موقفه من الأمر وهل الأخبار صحيحة. سيد عبد الحفيظ لم يجب إجابة واضحة وقال أن الأهلي يسعى دائما للتدعيمات النوعية، لكنه الآن يركز فقط على الدوري ودوري الأبطال، داعيا الجميع لأخذ المعلومة من مصادر رسمية. وجاء رد مدير الكرة في الأهلي على ادعاءات والد بليلي الذي صرح لقناة المصرية أن ثلاث أندية مصرية تريد ابنه، وهي الأهلي والزمالك وأيضا بيراميدز. بداية موسم كارثية للاعب الخضر ونادي أونجي فريد الملالي، فبعد فضائح الأخلاقية والملاحقات القضائية جاء الدور على الجوانب الفنية والإصابات. الملالي سيغيب عن لقاء فريقه أونجي ضد رامس غدا الأحد، حيث عانى من إصابة على مستوى العضلة المقربة. نتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة ونرى له عودة قوية مستقبلا إن شاء الله. إلى بالرحمة الآن، الدوري الجزائري شدد غيابه عن لقاءات فريقه وهذه المرة في الدوري ضد برمنغهام، حيث لم يتواجد في ورقة لقاء برمنغهام الذي جرى ظهر اليوم السبت. مدرب برنتفورد فرانك توماس علق على غياب الرحمة وقال أنه بسبب الإصابة، حيث تلقى إصابة في الكاحل منعته من المشاركة ولولاها لتواجد فوق أرضية الميدان، وهي حجة لم يقنع بها الكثير. بالرحمة يواصل الغياب والضغط على إدارة ناديه، حيث تطالب إدارة برنتفورد ب 30 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب 34 مليون أورو للتنازل عنه، وهو مبلغ كبير وغير منطقي بحسب الكثيرين. أتمنى أن ينتهي مشكل بالرحمة بالانتقال سريعا. بخصوص سؤال تلقيته عن هوية وكيل بالرحمة، بالرحمة متعاقد مع شركة إنجليزية اسمها يونيك سبور مانجمنت، ولديها الكثير من اللاعبين الكبار مثل وان بيساكا مدافع المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد، كما أنه يملك وكيل جزائري اسمه ياسين بن عياد على ما أعتقد، مثل محرز تقريبا، فهو متعاقد مع وكيل جزائري هو كمال بن جوغام، كما أنه متعاقد مع وكيل عالمي هو كيا جورباشيان والذي نقله عفوا للمان سيتي. من الآخر، مشكلة بالرحمة ليست في وكيل أعماله لأنه متعاقد مع شركة محترمة، لكن المشكلة الحقيقية هي في سعره. في الأخير نلقي نظرة على لقاءات بعض لاعبين اليوم السبت. لاعب الخضر رامي بالسبعين استهل موسمه بفوز كاسح في منافسة الكأس على حساب أوبرنولاند المتواضع بثمانية أهداف من دون رد، كان نصيبه منها هدفا هو الرابع في ترتيب أهداف فريقه. أيوب عبداللوي بدأ موسمه أيضا بفوز كبير على حساب أف سي تشوتس المتواضع بثلاثية من دون رد. أيوب شارك أساسيا ولعب 89 دقيقة قبل أن يترك مكانه. أندي ديلور ونادي مونبولي أطاحوا بعطال ونادي نيس بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ديلور كان صاحب تمريرتي الهدف الأول والثالث لفريقه، أما عطار فلعب لمدة 88 دقيقة قبل أن يترك مكانه. بمناسبة الحديث عن اللاعبين الجزائريين، شاهد الصورة التي نشرها الحساب الرسمي لنادي نيس عن لقاء بطلي إفريقيا. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى، نلتقي في فيديو جديد وأخبار جديدة إن شاء الله. سلام.